فلسطين الخضرا بلادي، يا لوز الخضر نادي، فلسطين الخضرا بلادي. أنا صالح جبر من معهد دور سعيد الوطن الموسيقى، عمري 16 سنة. تعلمت آلة العود في معهد دور سعيد، إلي 6 سنين بتعلم من 2018. كنت أمارسها يومياً، أتعلم يومياً أروح على المعهد. كنا نطلع حفلات وطنية في أيام العيد ويوم المرأة. اضطريت أنه أنا أرجع أمارس موهبتي رغم الحرب والدمار، فقررت أنه أطلع على مركز الإيواء وأعزف الموسيقى بين الأطفال عشان أطلعهم من أجواء الحرب ودمار اللي بعيشوه، أغير الأصوات اللي سمعوها في الحرب من أصوات قصف، أصوات بكاء، أصوات شهداء. يعني نطلع من الأصوات اللي هم بيسمعوها لهم 10 شهور، نجددها بأصوات الموسيقى، أصوات الموسيقى الفلسطينية.